السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. هذا نقدروا ما نعتبروش درس ولاني نعتبروه كإفادة لكاع الناس اللي توبوغراف اللي كيخرجوا التيران وداكشي. يعني عندي لكم واحد الابليكاسيون هي زوينة بزاف وكتنفع في بزاف ديال البلايص اللي سميتها موبيل توبوغرافر. اللي هي هاجي هاهي هاديك حلا هاجي انا اللي ندخل ليها. لك بالنسبه للناس اللي يلاه بي انستاليوها ولا شي حاجه كتمشي لهاد ثلاثه الخطوط اللي كاينين الفوق هادو ياك. كتمشي كتجيب البارامتر ديالك كتمشي جوزي ريفيرونس سيستم كتمشي كتختار المرشيش موروكو كتخزون ياك. من وراها يعني شنو من الحوايج اللي كيدير هاد البروغرام هذا. مثلا بيت لوكاليزا مثلا لوكاليزا شنو هي شنو هما لي كوردون نتاع ديك البلاصه فين واقف نتايا كيطلعوا لي هنايا. قدر انا ما دايرش لوكاليزاسيون دايره واحد شويه غادي يطلع. المهم هنايا خصني نختار مرشيش ياك. خصني نختار مرشيش باش يطلعوا لي اكس ايغريك وزد ياك. وانا على حسب لي ساتيليت فهمتي. غادي نوريكم بزاف ديال الحوايج اللي كيتخدم في هذا البروغرام هذا. يعني مثلا الى جيت لهنايا باش انيشاليزا وغادي من بعد ما انيشاليزا دابا بدا كيعطيني لي كوردوني. انت كيف ما كنشوفو 255 200 كذا كذا هاديك لي زيكس او هي لي زيكس ان لو نور زعما هي لي زيكري والزاد باينه هي الزاد فهمتي. دونك هنايا يعني تنخليه واحد شويه حتى كيتلوكاليزا. حيت دابا الى لاحظتوا راه بلي راه كيتحرك دابا. دونك مازاكيش ليا فواحد لا فالور اللي وحده. تنحطو في البلاصه اللي بغيت لوكاليزي وكان سميتو كنتسنى شويه ياك. كيف ما قلنا هنايا الى درنا مرشيش كيعطيني لي كوردوني كارتيزيان ياك. ولا درنا هنايا كيعطيني لي كوردوني جيوغرافيك يعني ها لالتيتود ها لونجيتود فهمتي. 31 كدا يعني لي زونغل كيف ما عرفنا. انا ما بغيتش هادشي. انا بغيت نخدم انا بلي كوردوني ديالي اكس ايغريك زد ياك. وليني واحد الحاجه اخرى يعني الا بغيت انا شي كوردوني لي بريسي كو هاد لي كوردوني اللي عندي انا هنايا الفوق. اشنو كنمشي كندير اوتو ياك. كنكليكي على هاد البلاصه هادي ديال روحهم تاع السنيبر هادي سمحوا ليا هادي حتى كتولي حمراء ياك. فاش كتولي حمراء كيبدا حتى هو كيتحرك ياك. وليني الى لاحظتوا هاد اكيورسي فيها تقريبا ها هي الفوق فيها 9.65 ياك. هنايا في التحت كاينه مترو و43 ياك. دونك لا بريسيزيون ديال التحت احسن من لا بريسيزيون ديال الفوق فهمتي. واخا انا راه كاس في بلاصه مسدوده دونك ما عاديش يعطيني مزيان. المهم انا غير البرينسيبال اللي كيهمني فهمتي. كتبدا كتسنى حتى هو تبدا كتسناه حتى كيبدا هاد اكورسي اللي قلنا كيبدا كينقص. ها كيوصل شي مره حتى 40 سنتيم كذا دونك راه تيخدم مزيان ياك. هذا بالنسبه الى بغيت لوكاليزي شي بوين ياك. غادي نخرجوا وغادي نمشي لهاد درايف مي. لهاد درايف مي يعني مثلا انا واقف في شي بلاصه كيف ما كانت وبغيت نعطيه واحد لو بوين يديني ليها فهمتي. مع الجي بي اس اش كنمشي كنمشي لهاد الدوره هاجي كنكليكي عليها كتولي عاطيني مرشيش ياك. كنمشي كندير هنايا الزون فاش انا خدام زون 1 زون 2 زون 3 زون 4 لي كان. وكنمشي لهنايا وكنكتب لي زيكس ديالي ولي زيكريك ديالي. مثلا نحاول نعطي شي اكزومبل لي ريال. مثلا زون 1 ياك. هنا نجي مثلا 255 300 وهنا نجي مثلا 123 500 باغ اكزومبل. وكنمشي لهاد سميتو كندير هكا كيعطيني. كنمشي لهنايا عاوتاني لو كنردو مرشيش ياك. واخا حتى لهنايا مزيان. شوف كنبقى تابع انا هاد السهم الاحمر ياك. يعني كندور دابا في التليفون انا كندور دابا في التليفون شي كيبقى عاطيني نفس البلاصه فهمتي. هنايا اشنو عاطيني؟ عاطيني ها هي ديستانس فهمتي. ديستانس اللي هي 7141.42 متر ياك. انا كنبقى تابعو
فهمتي ما حدو تابعو ولا ديستونس كتبدا كتنقص فهمتي ما حدي انا غادي ولا ديستونس ما حدي تابعنا هاد الفلاش الحمراء وكتبدا لا ديستونس كتنقص حتى كيقربني ما كيجيبنيش تقريبا اكزاكت وليني مهم شويه المهم نحاول نتقيدا به فهمتي هنايا غنحاولوا نخرجوا باش نشوفوا حوايج اخرين اللي كيديرهم هذا البروغرام هذا باش نحاولوا نستافدوا منه ما امكن احنا نخرجوا عندي هنايا كونفيرت يعني الا بغيت نكونفيرتي لي كوردوني جيوغرافيك لي كوردوني اكس يكاريك او العكس الا بغيت العكس كنضرب على هذا السهم هذا وكنولي كنعطيه هنايا مثلا هادو ياك هكا زون الشيء راه الا ما عطيتيهش تعطيه زون 1 راه ما يكونفيرتيش ليك كيقول لك هذا الشيء راه ما كاينش في هاد لا زون فهمتي دونك مثلا نعطيه 255 800 نعطيه 117 500 يعني مثلا ونعطيه هادي شي كيكونفيرتي ليا فهمتي حيت عرف بلي راه هاد لي كوردوني كاينين في زون 1 ياك كيعطيني لي كوردوني جيوغرافيك جيولي ثاني الا بغيت الاكس ندير مثلا 31.000 وندير موان 7.000 كنكونفيرتي وكيعطيني لي كوردوني فهمتي هنايا الا بغيت من جيوغرافيك ردهم لي كوردوني عاديين ما نحتاجش انا ندير زون يعني غير عادي هذاك الشيء فهمتي هذه واحد الحاجه اخرى دونك نمشيو عاوتاني نشوفو حاجه اخرى هنايا مثلا الا شديت مثلا شي بوانات وسجلتهم عندي فاش كان كيلوكاليزي ليا في ديك السيرفي اللي فيها الرايه في الاول تنجي كنلقاهم هنايا نجي دونك هادو هما الحوايج اللي تقريبا كاينين وحتى الى لوفيت مثلا به في هذيك السيرفي راني نرجع لكم لهنايا بغيت تلقاه ما لوكاليزيش هنايا كنمشي لهاد بلس هاد بلس هادي كنبدا كنكليكي عليها يعني اي كليك كليكيت عليها راه كتونغريستخ ليا هادوك لي كوردوني اللي مافيشين عندي ديك الساعه و الا بغيت نمشي نشوفهم كنمشي نشوفهم في بوين وكنلقاهم اكس واي زد ديالها و الا بغيت نحولهم بيسي ولا شي حاجه يكفي الكابل وكندوزهم فورما اكس واي جي اكس اف او لا فورما تي اكس تي يعني انا واللي بغيت فهمتي وهكا كنكونوا تقريبا شفنا كلشي على هاد لابليكاسيون هي زوينه بزاف كتنفع دونك اي توبوغرافي يعني كيخرج للتيران ولا شي حاجه خاصها تكون عنده في التليفون ديالو حيت راه ما كتعرفش اشنو الوقت اشنو كتجيب لك يعني ممكن تحتاجها في اي لحظه وراه الا كانت عندك كونيكسيون راه كتلوكاليزيك كتوريك فين انت فهمتي دونك بزاف ديال الحوايج يعني هي مهمه بزاف نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الفقره هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.